أهلا بكم مجددا في محورنا الأخير. سنقف معكم عند الانتخابات التشريعية في تونس. يواصل الناخبون في تونس الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية منذ أعلان الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 من يوليو تموز 2021. وقالت الهيئة العليا للانتخابات إن قرابة 400 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم حتى ظهيرة اليوم السبت، وينتهي تصويت التونسيين في الخارج اليوم، بينما علق المسار الانتخابي في 7 دوائر في الخارج لعدم تقدم مرشحين لخوض السباق الانتخابي. ويتنافس في هذه الانتخابات 1058 مترشحا، بينهم 120 امرأة يتنافسون على 161 مقعدا، منها 10 مقاعد مخصصة للتونسيين بالخارج. وتجري الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية ومقاطعة طيف واسع من الأحزاب، كما تجري في ظل دستور جديد منح صلاحية واسعة للرئيس وقلص صلاحيات البرلمان. حول هذا الموضوع معنا من تونس رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي. سيد المسعودي، مساء الخير. إغلاق صناديق الاقتراع، التونسيون اليوم ينتخبون برلمانا جديدا، لكن هذا البرلمان، ميزة هذا البرلمان أنه بلا أي صلاحيات منذ أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد منذ أكثر من عام ونصف ما سماها إصلاحات اقتصادية أو عفوا سياسية. عذرا، في الواقع البرلمان الجديد هو لا يتطلع بمهام التي كان يتطلع بها البرلمان القديم. هو برلمان بصلاحيات، يعتبر تحديدا بمثابة صندوق بريد لرئيس الجمهورية، يمرر به ما شاء من قوانينه، وهو ما يفسر نسبة يعني الإقبال الضعيفة على المشاركة في الانتخابات. إلى حد الثالثة مساء الهيئة المستقلة للانتخابات أكدت أن النسبة في حدود 7.19%، واعتقد أن الشعب التونسي هنا يكرس شراء الشعب لا يريد. الشعب لا يريد يعني برلمانا تابعا لرئيس الجمهورية، لا يريد سلطة قضائية في يعني تكون يعني وظيفة. الشعب يريد برلمانا حقيقيا، ولذلك الشعب التونسي الآن قد أحجم عن هذه الانتخابات وقاطعها، والمقاطعة بادية. تصوروا أن كيف تصف حجم المقاطعة سيد مراد؟ كيف بدأ المشهد اليوم؟ نعم سيد مراد، كنت أسألك كيف تصف حجم المقاطعة لهذه الانتخابات في تونس؟ هي مقاطعة واسعة بلا شك، كما أسلفت أن قلت أن عدد المترشحين 1800، وعدد المقترعين لا يمكن أن يتجاوز في كل الحالات 600 ألف، ولم يتم الآن الإعلان عن النتيجة النهائية، لكن على الأقل إلى حدود الثالثة مساء 7.19% هي نسبة ضئيلة جداً. في الواقع ربما الذين قاموا بالاقتراع هم مساندي الرئيس، لا يعلمون حتى بفحوى دور البرلمان، أو حتى يعني الدور الذي يمكن أن تؤديه الانتخابات في تكريس نظام لا علاقة له بالديمقراطية. إلى هنا أشكرك جزيل الشكر رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من تونس، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى ختام الحلقة، إلى اللقاء.